بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت وقفنا لغاية جي دبليو تي، والمرة اللي فاتت كنا شفنا لو هو فعلا جاي عن طريق البيض اوث كنا بنخليه يكمل الفلتر عادي ويمشي عادي جدا، لكن غير كده كنا بنجيب البرير توكن وتأكدنا فعلا ان البرير توكن ايه؟ ان البرير توكن شغال. طيب قبل بس ما اكمل، في كام حاجه شفتها كده عاوزين بس نظبطها. اول حاجه، لو رحنا احنا هنا في السكيورتي كونفيج هتلاقي ديت معمول عليها ايه؟ غلط، لان ديت في الفيرجن اللي احنا مستخدمها في السبرينج يعني ما بقتش مستخدمه، فبس عاوزين نغير الفيرجن عشان دي نقدر تكون موجوده. هي دلوقتي شغاله كل حاجه، بس عشان ما يكونش في الخط ده وما يكونش شايفها انها ديبليكيتد خلاص انها ما بقتش مستخدمه، تعال نروح في البوم دوت اكس ام ال. حلو، وتعالى نخلي الفيرجن 2.5، ننزلها ايه؟ تو فيرجن كده 0.5.3، وهنعمل ايه؟ ريلود، وان شاء الله لما نوقف بس البروجكت على رجليه ان شاء الله هنغير الفيرجن ونخليها فيرجن اعلى، وكمان السبرينج سكيورتي ديت هنبدا نستبدلها وهنشوف وهنطور من الابلكيشن، بس نوقف بس الابلكيشن على رجله ونبدا بس نشوف حاجه كويسه في البروجكت، وإن شاء الله مع الوقت هنبدأ نعمل أبجريد لكل حاجة بإذن الله. طيب لو رحنا رجعنا كده، هو لسه بيلود، أو شايفين اتشالت وأصبحت إيه؟ أصبحت مستخدمة عادي جدا، مفيش أي مشكلة. حلو، تاني حاجة بصراحة لاحظتها هنا في الكنترولر، في الأوث كنترولر، إحنا لما بنيجي نعمل أوت وايرد بنعمل أوت وايرد ديت الإمبيد، إحنا بنعمل بناخد إيه؟ السيرفيس. يعني هنا المفروض لما نيجي نعمل هنا نعمل لمين؟ للسيرفيس. اه، فدي تاني حاجه انا لاحظتها وحبيت برضو ايه اعدلها، اللي هي السيرفيس بتاعتنا دي اللي بناخد لها نعملها اوت وورد، وطبعا السيرفيس امبلمنتيشن بتكون عامله امبلمنت منها والدنيا بتمشي سموزلي زي ما احنا ايه متعودين. طيب دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه بقى، وده المهم، ان احنا عاوزين وصلنا لغايه مين؟ لغايه الجي دبليو تي ومعانا البريدكتور. طيب معانا البرير توكن، المفروض دلوقتي هنعمل ايه؟ جبت التوكن عملت له فلتر، اول حاجه بس عاوز اكمل على الفلتر ده، عاوز اكمل على الفلتر ده واقول له دوت دوت ايه، عاوز اقول له دوت ده الفلتر. احنا عملنا الفلتر، يعني ايه الفلتر؟ حد عارف الفلتر ده بيعمل ايه؟ انا هنا اتاكدت ان الاوثرايزيشن هيدر اللي جاي مش بنال، لو مش بنال عملت فلتر وبتاكد انه بيبدا بمين؟ بستارت ويز كذا، بستارت ويز ايه؟ ستارت ويز كذا. طيب وبعدين بعد ما هو ستارت ويز كذا هقول له والله انا عاوز اعمل صب، يعني ايه اعمل صب؟ هقول له دوت اهو دوت ماب، اعمل لي ماب لمين؟ هسميها هيدر، كلام ده اكسبريشن، وهقول له هيدر دوت صب استرين، واقول له ايه؟ 7. انا عملت ايه؟ مش فاهمك. طبعا انت المفروض عارف الاوبشنال وعارف جافا 8، لو انت ما انتش عارف جافا 8 مش عارف الاستريم والكلام ده كله، لا لازم ترجع تذاكر الاستريم عشان تفهم معايا اللي انا بعمله ده. انا هنا استخدمت الاوبشنال عشان اتاكد انه مش طلب، وعملت هنا فلتر على مين؟ فلتر على الاوزيشن هيدر. لما بعمل فلتر دي حاجه اسمها ستريمنج موجوده في جافا 8، الفلتر بفلتر على مين؟ على الاوزيشن، فبتاكد هل الاوزيشن ده، طبعا بديله حاجه اسمها لامدا اكسبريشن هيدر ايكوال هيدر، الهيدر ده هو بيعبر عن مين؟ الهيدر او ايا كان الاسم ده، ممكن اسميه كده يا جماعه عادي اي اسم، تمام عشان الناس تكون برضو معايا. الهيدر ده اللي بيمثل الاوثرايزيشن هيدر ده، بقول له هل هو بيبدا بالبرير؟ ايوه، لو بيبدا تمام كمل، اعمل له ماب يعني حول لي الاوثرايزيشن هيدر مش البرير ده. لو حد فاكر البرير ده، لو حد فاكر انه كان برير توكن، والتوكن ده حد فاكر؟ ايوه فاكرين المره اللي فاتت قلت لك برير توكن بيحط كلمه برير وبعدها التوكن ده. طيب
انا عاوز اشيل، تخيل كده ان التوكن اللي جاي لي عبارة عن برير وشوية كلام كده، تخيل معايا انا عاوز بس شوية الكلام ده، تمام. انا اتأكدت انه مش نال، واتأكدت انه بادئ ببرير وسبيس. انا عاوز بقى اعمل صب، يعني اعمل صب اشيل الحتة ديت، يتفضل لي بس الجزء ده، هعمل حاجة اسمها ماب عشان اعمل لها ماب، واقول له ايه الهيدر بتاعي اللي هو الاوزيشن هيدر ده، اعمل له سب سترينج. اشمعنى سبعة؟ عد معايا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واللي سبيس سبعة، بعمل له سبعة، بقول له سب سترينج يعني اقطع لي أول سبعة وخلي لي مين؟ وخلي لي بعديه اللي هو الجزء ده. فإذا الجي دبليو تي هيرجع في الآخر إيه؟ هتقول لي مش مصدقك، هقول لك إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ نيجي نعمل هنا سيستم أوت برنت لين ونطبع الجي دبليو تي دوت جيت. طبعا ده اوبشنال عشان اجيب منها قيمه، بعمل دوت جيت. طيب تعالى نعمل ريرن كده، وتعالى برضو نعمل ديبوك نشوف كل حاجه. طبعا المشكله اللي هنا، في مشكله هنا في ايه؟ فانكشن ديت لا مش معانا، فانكشن دي زياده مش معانا اصلا، الكلاس ده مش معايا اصلا، انا اسف، الكلاس ده كنت بجرب فيه حاجه. طيب الكلاس يا شباب اللي انا ايه اللي انا كنت مسحته ده يا شباب، الكلاس اللي مسحته ده مش معانا، ده كنت بجرب حاجه عشان ما حدش يستغرب. سيبك من الكلاس ده، الكلاس ده مش معانا، كنت بجرب حاجه. طيب نعمل ديباج اهو ونكمل شغلنا زي ما احنا ماشيين. تعالى كده نعمل ايه؟ نعمل سيف. شايف شايف؟ طبعا انا هنا مش مشغل الديباجر فما لقطش، خلينا نعمل سيند مره تانيه اهي. بس قبل ما اعمل سيند، شايفين التوكن جه؟ لو انت جيت تشوف بادئ بايه؟ باي واي ومنتهي ببي بي. اهو اي واي لقيته منتهي بايه؟ بص منتهي ببي بي. اذا هنا تعالى بس نعمل ديباج عشان اوضحها لك اكتر. بص هو هنا الاوثرايزيشن، بص الاوثرايزيشن بتاعي، بص برير والتوكن، انا عاوز اشيل ديت. تعالى كده نشوف، بص معايا الجي دبليو تي اصبحت ايه؟ من غير برير. ليه؟ لان هو في الاصل في برير وعملت صب لديت، اداني ايه؟ اداني الجزء ده، اصبح بص اصبح جي دبليو تي لما جيت اطبعها فعلا انطبعت ايه؟ انطبعت الجزء اللي انا عاوزه، وبكده انا جبت التوكن. اذا هنا انا واقف لغايه خطوه ايه؟ واقف لغايه خطوه التوكن. حلو جدا، 10 على 10. اذا كده انا جبت البرير توكن ايه؟ البرير توكن بتاعي. قبل برضه ما نقفل الفيديو خلينا نظبط كام حاجه. اول حاجه هنا بس الفانكشن ديت انا عاوز احط لها دوكيومنتيشن، وهقول هنا تشيك ايه؟ تشيك بقى، تمام؟ الفانكشن دي بس مش اكتر، نظبط بس ايه الدنيا كده، تمام. 10 على 10. انا بس هنا برضو هنا ممكن احط كومنت اقول له authorization header، طيب واقول له base auth، وهنا هقول له اوثرايزيشن هنا ايه؟ جي دبليو تي برير توب. بس مجرد بس كومنت بس ايه عشان دي تكون ايه، شايف دي كده تحس انها منظمه اكتر. طيب ان شاء الله المره الجايه نبدا بقى نشوف التوكن بتاعنا ده عاوزين نعمل فيه ايه. زي الفل، هقول له جيت اد بول جيت كوميت داش ام اكستراكت اكستراكت برير ايه؟ برير توكن جيت بوش
تمام بوشنج، الدنيا كلها هتكون ايه، هتكون تمام. لو رحنا على الجيت هاب بتاعنا دخلنا هنا هنلاقيها اترفعت اهي، كل حاجه تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك في الفيسبوك ولينك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.